السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف الاشجار في برنامج الانفرا ووركس. اقول له انا ستاند اوف تري وابدا اختار الشجره او النخله اللي انا عايزها، وتبدا ترسم المنطقه اللي انت تحط فيها النخله بتاعك. يعني ده اول نقطه، تاني نقطه، تالت نقطه. لو دوست مرتين هيبدا يعمله لك اهو. لو دوست او عمل لي الشجر بالشكل دوت، تقدر تيجي هنا تغير النوع لو حابب بالشكل دوت. الرول ستايل تقدر برضه تغيره لو انت حابب، تقدر تحط المعلومات اللي انت عايزها. طيب لو انا دلوقتي مثلا عملت سيلكت على النخلة دي مثلا، تمام، والنخلة دي والنخلة دي اهو، هتلاقي بدأ يعمل شوية حاجات. تقدر تعمل هنا تغير الزاوية بتاعتك، تقدر تعمل موف ليها لو حابب. طيب لو عايز اكرر هقول له كنترول سي كده كوبي، هاجي بقى في اي مكان تاني واقول له كنترول في، مش لازم في المنطقة دي، ممكن مثلا هنا تدوس مرتين يبدأ يحطهم لك بالشكل دوت. تقدر طبعا تكبر وتصغر زي ما انت عايز اهوت. تقدر تعمل لهم اب وداوي لو انت حابب، تعمل لهم موف بالشكل دوت.